كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. شين تبحروا الله تلقوني على البحر شدوا لينا مدة هذه جينا نتبحروا نتنفسوا ما كنقراو ما خدامين جينا هنا المتنفس الوحيد اللي عندنا هو هذا البحر هذا سدوا علينا وما تلقوا لينا حتى يقرب رمضان غادي يدوز رمضان هذا رمضان نجيو ان شاء الله لهذا البحر نتحركوا فيه الرياضه شويه الا خلاوه داروا حتى 8 كنجيو نفطروا هنا صافي هادشي اللي كاين البحر غصاد فرانسي سميد نوان نيسان نوان نوريسان تيستازن ميدنا في النوكش غنسنا تيستازن فرح الميد نزل البحر لا زاد تلقن واخا يسقيس الخير ولا يسقيس الله اعلم شكون على حسب المرض هذا اللي ناقت مازال المسائل ورسلنا من والو ورسلنا الثامنت سكان نايل انا كيس كربا فول كيس كربا فول كمان دار سي غامان وصافي ميد نكسود واخا كان وي ميد نكسود الاغلب يور شي شي كارف غير كان نيت الا سول الشك ولكن ان شاء الله يكون خير فينا ربي ان شاء الله يسكر ربي تاوي فولكي برمضان يا غيلاد هاد الدنيا برمضان درت هذيك شنو الصيف نيت ميد طلعت لحرات في كمليه طلعت 315 ميد السيمانه اللوم زن دريت حرا داخل بدا الدراسه واخا الخير هذا راس نديش كم كلي راه غلوق نس ولكن الله اعلم ميت ناد غير لي ست سيار انت ما زرت ولي راه تسكن لي راه وكان على سلامتنا بعدا وعلى سلامت الناس ديال اكادير كاملين زعما اون ايتي ات صراحه باش يتحل علينا البحر و زعما فريمون شي حاجه كتبدل لك المورال كتعاود تعطيك ديك الانرجي باش تعاود تكمل من بعد ستريس الخدمه القرايه ولا نيمبورط كو كتعطيك عاوتاني كتعطيك ديك الانرجي هنا كنا متفقين بلي راه البحر فيه واحد الانرجي ديالو بوحدها و زعما والله على سلامتنا وزعما فرحانين بزاف انا ما بدلش شي اجراءات هنا يا صراحه بنادم بين كل واحد كيدير غير اللي بغا صراحه سي فري ولكن كل واحد كيخاف على راسو ما كاين اللي كيخاف فريمون كاين اللي ما كيخافش الاجواء بشكل عام ما تخوفوش انه يكون البحر مثلا مسدود حتى في ايام ديال رمضان وهو صراحه غادي يكون مسدو فوالا فوالا وصراحة كنا خايفين ولكن داكشي ما شفنا طحنا منه كنا اصلا بغينا نجونا على قبل الفطور وداك الجو ديال رمضان مع الصحاب مع العائله وداكشي ولكن تحرمنا منها للاسف حتى صافي الوقت ديال خصوص رمضان كيفاش غادي يدوز الحمد لله على كل حال والله ان شاء الله غادي يدوز مزيان زعما اون سيغ صراحه غادي يدوز ان شاء الله مزيان و بعد رمضان مبارك سعيد على كاع الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو وان شاء الله غادي تدوز مزيان حيت رمضان اي وقت راه كدوز ببركته انا كنت قاري في مدرسه عادي صوروا لي الدري قال لي جينا نطلعوا البحر تاع اكادير تحل صافي فرحت قلت واه البحر تحل انا جيت دابا شتني داك دايز جيت قلت لك راه ندير معاك واحد اللقاء وبالنسبه حنا كنا هاد اليومات قبل ما يتحل البحر كنا كنعوموا في داك البحر تاع طراس راه معروف تحيه ولاد طراس اولا لا الواد الماريال تحت كاين صديس تا غير لتحت كنا كنعومو تما كاين شكل واحد الخطر بحال دابا مشيت دابا تعوم تما غيطوق عليك شي مشكل تفوندا ولا شي حاجه والجروف تما عرفتي والله ما دابا شفنا حتى البحر تاع غادي تحل جينا فرحنا قلنا واه البحر تحل يا سلام كنغامرو تما الدراري كلشي ولاد الحومه كنتكبو تما كنديرو كاميله وكنريحو مع الدراري ناشطين صافي كان بعض المرات كاين اللي كيطوق عليه شي حاجه كنزعمو حنا حنا بزاف تقريبا الدراري كاع ولاد الدراس كيكونوا تما ما لقيتوش مشكل زعما باش تغامروا تما ولا ما كاين بزاف مشاكل شوف بلا ما نذكروا المشاكل لاش المشاكل دابا انت كتغامر بحياتك كتمشي تلاح وداكشي غارق واحد 5 متر و 6 متر والفوندو حنا فرحانين بزاف النهار الاول حنا جينا هو هذا النهار الاول جينا وعمنا هو هذاك فوجنا البحيره يا سلام والبحر نقي شو كيتنقى المهم يا سلام يا سلام زايا بسنا فرحانين ضاحكين الحمد لله بخير على خير كما كتشوف الناس راه الافتتاح الاول كلشي متشوق لهذا الصديق انه يجي ليه وكنتمنوا من الله يبقاو هادشي كما هو ما يسدوش لينا ويبقى هادشي كيف ما هو هادشي اللي كنطلبوا يا رب تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد